بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: إنما أنا رحمة مهداة. صلوا وسلموا على من أرسله ربه رحمة للعالمين. أهلا بكم في ربيع الأنوار، في ربيع النبوة، صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في فتاوى الناس، نبدأ ونستأنف الحديث عن شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: برأيك لماذا كان مولد النبي خيرا للبشرية؟ ومعنا اليوم فضيلة الشيخ عوض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مولانا أهلا بك. أهلا بك. كل سنة وانت طيب. طيب. يعني نحن دائما حينما يهل علينا شهر ربيع تأتي العناوين التي هي مثل الأنوار تنتشر في الأوردة والشرايين وتتسربل في مناحي الحياة، فتستحيل هذه الحياة إلى أنوار. هل يصح لنا ويصح تصح التسمية والتوصيف لشهر ربيع الأول ربيع النبوة وربيع الأنوار؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي السراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه. تكلموا عن الأمراء وألفوا في سيرهم، تكلموا في عدلهم وفي حكمهم، فتشرف الأمراء بمن ذكرهم ودون تاريخهم، وتكلموا عن المماليك من ملكوا ومن كانت لهم دول، وتكلموا وترجموا حتى للقيان للشعراء. التاريخ ما ترك أحدا إلا وأفرد له يعني مؤلفا تكلم فيه عنه، أو صفحات الحمقى أو سطور. أخبار الحمقى والمغفل، حتى شوف الحمقى، أخبار الشطار، أخبار الأذكياء، أخبار الشطار، وهكذا. كل من تكلم عنه تشرف بأنه تكلم عنه وذكر، إلا الحبيب كل من تكلم عنه تشرف بأنه ذكره. إحنا اللي بنتشرف الله عندما نذكر رسول الله في مجالسنا، وعندما نذكره على ألسنتنا إحنا بنزداد شرف، مش بنزداد شرف وبنزداد نور، لأنه نور أضاء الكون. لذلك سمي هذا الشهر ربيع الأنوار. الله. ربيع الأنوار، ربيع النبوة، سمه ما شئت. كيف بكون كان يملأه الظلم؟ الكون كان يملأه الظلم. هرقل يفرض سيطرة وكان يذبح من يخالفه في فارس. كسرى كان كسرى يعني ظالما متعديا على من تحته. هنا وهناك كان الظلم منتشر، أصنام تعبد، وعدم احترام للآدمية، وعدم احترام للنساء، وعدم احترام للضعفاء. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليواجه كل هذا وبنوره، تصطلح الدنيا مع أفرادها، أو أفرادها يصطلحون معها تحت بساط أو تحت بساط أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار النبوة الشريفة. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. وبعد كده حصل إيه؟ يا ربي هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب لما يعني قد يبدو السؤال يعني لا أستطيع أن أقوله على هذا النحو، ولكن لا أستطيع أن أقول لماذا كان مولد سيدنا النبي خير البشرية؟ ده بالتأكيد وبالضرورة يعني ما احنا لسه مظاهر هذه الخيرية. خلينا أدخل في مظاهر هذه الخيرية، ما نحن فيه. نحن نتعايش بكلامه، نتعامل بأخلاقه، تعمر الدنيا بأفعاله، وكلما ابتعدنا عن هديه كلما ازددنا ظلمة، وكلما اقتربنا من سنته كلما أشرقت حياتنا. وما نحن فيه من شجار ونئار ومعارك وخلافات في البيوت وأحوال سيئة متردية، كلها ببعدنا عن هديه وأخلاقه. وكلما اقتربنا من حبه وعشنا بسنته كلما أفاض الله علينا من بركته. استقامت هذه الحياة، لن تستقيم أبدا حياة إلا باتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولن تستقيم أحوالنا وتشرق حياتنا إلا بأن نتبع، أو عندما نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر ما مولانا الإمام الدكتور علي جمعة يقول: هو بابنا إلى ربنا، هو الباب، وبابنا إليه أن تصلي عليه.
صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلم تسليما. إلى الله. يعني الخيرية كيف تحملها أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم؟ بالأخلاق. أخلاقه غزت الكون. الصحابة فتحوا البلاد بالأخلاق والمعاملة الطيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتسم حتى في وجوه أعدائه. خيرية. كلما اقتربنا من هديه وسنته وكلما تعاملنا بأخلاقه كلما ازدادت خيرية هذه الأمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة، هو ده الباب، هو ده الباب أو العلامة على حب الله. إذا ما أردت علامة على حب الله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، تأتيك الخيرية ونكون فعلا خير أمة أخرجت للناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. سوزة أما أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سوزة أما. من فضلك بس عندي سؤال يعني أرجو الإفادة فيه. تفضلي. إيه السؤال؟ الحمد لله يعني ربنا كرمني الحمد لله وحملت بس بعد صعوبة شوية يعني. الحمد لله. فالفترة اللي فاتت يعني ديت حلمت كذا حلم، بس أنا بحلم في الحلم ده بدم، في دم بيبقى في الحلم. أيوه. في مرة اتقال فيها يعني صراحة كده في الحلم، فأنا كنت ناوي بإذن الله أنا هخطبك. معلش الصوت مش واضح. طيب أستاذة أمل معانا؟ أستاذة أما. أما. وحلم الثلاث مرات بإن في دم. نعم. هو يعني فهي قلقانة. هي قلقانة شكلها قلقان. خايفة على الحمل. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ستقر عينك بابنك او ببنتك او بولدك سيدتي. تابعينا يا استاذة أما، تابعينا ان شاء الله. وانا هقول لك على ذكر كده ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون سببا في انك انت تفرحي بمولودك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. معايا اتصال تاني. الو الو استاذ احمد. الو. يا استاذ احمد. أيوة. اتفضل. ايوه اهلا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. إيه ممكن اكلم الشيخ؟ طبعا اتفضل يا فندم. والله انا حلفت على مراتي يمين طلاق ثلاث مرات. يمين. وقلت لها تحرم عليا زي ام اختي. لو حد من اهلك جاب لك اي حاجه، كيسه، اي اكل، اي حاجه. طيب التحريم ده مره انت قلتها، امال اللي قبل كده كان ايه؟ ثلاث مرات. ما قلت لها كده مره واحده، مره واحده عيطت طلاق بالثلاث، عيطت طلاق بالثلاث ثلاث مرات. ايوه. إيه وتبقى زي تحرم عليها زي ام اختي. ايوه. لو جبت اي، لو خدت اي حاجه من عند اهلي، حد جاب لك كيسه فيها اكل فيها فاكهه فيها اي حاجه. تحرم عليا زي ام اختي وتبقى طالق. انا طبعا قلت الكلام ده وانا في قوايا العقليه وبقول جد يعني مش تهديد، كنت قاصد. قصد تحرمها زي امك واختك فعلا؟ ها؟ قلت لها لو انت خدت حاجه من اهلك يعني. يعني انت قصد يعني بتقول كده عشان تهددها وتخوفها وتمنعها انها تاخد حاجه من اهلها؟ ولا قصد انك انت تحرمها زي امك واختك؟ لا لا. لو هي خدت حاجه تحرمي، لو خدت حاجه تحرمي يعني. يعني انت حاجة من أهلها. بتقول الكلمه دي بغرض ايه؟ بغرض ان انا قاصد لو هي خدت الحاجه دي تحرم عليها. ولا انت عارف غرضك ولا انت عارف قصدك، او اي حاجه او اي تعب بتقوله خلاص، وبتحرم على نفسك الحلال وحرام عليك اللي انت بتعمله كده. ما ينفعش يا جماعه الالفاظ دي، ما تنفعش، نمتنع عنها شوي. تحرمي زي امك ده كترت قوي، كل حاجه تحرمي زي امي واختي، تحرمي زي امك. الله يكرمك يا استاذ، يعني حاول تتواصل معايا بعد الحلقه. يعني سيب رقم تليفونك. سيب رقم تليفونك وانا هتصل بيك عشان اعرف اتكلم معاك. طيب. يا استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. انتوا طيبين يا بيه. وانت بالصحه والسلامه. ممكن نكلم الدكتوره؟ اتفضل. اتفضل الشيخ عوده معاك. اتفضل يا فندم. دكتوره عوده. طيب. لو سمحت يا شيخ عويضة. اتفضل. بنعمل يعني انا شغال في التجارة. فانا طبعا منوزن الحاجة واخد بالك. فممكن يعني الكبان يكون راكن شوية، مش ميزان كمبيوتر ولا حاجة واخد بالك. ف
فممكن يعني نوزن الحاجة ونبقى وزنها صح، بس في حاجات ممكن الجبان يكون معلق مني، يعني الجبان يعلق كده. فأنا دلوقتي يعني ساعات بنبقى زعلان إلا أنا مثلا إيه الجبان يعلق مني. طب أنا ممكن طب أنت نطلع مثلا ما أخوانا لما بنشوفهم بيوزنوا الحاجات ديت بيحاولوا يظبطوا الأبان شمال ويمين كده لحد ما يتظبط معاهم، يعني مش أول ما يعلق أسيبه، أسيبه يعلق، مش اول ما يعلق اسيبه. حريم يا شيخ عويضه بيوزنوا قبالك، واخد بالك؟ فطبعا ما بيشيلوش زي الراجل يعني معاك، يعني لما بيشيلوا قبالي وانا منوزن ما بيشيلوش زي الراجل اللي زي ما معيش ميزان كمبيوتر، انا معايا ميزان جباني. انا عارف، انا فاهم اللي انت بتقوله، بس ده مش عذر اني انا الميزان يبقى راكن اسيبه راكن، ده مش عذر، ده مش مبرر. ماشي. ده مش مبرر اول الميزان ما يركن اسيبه راكن، لا أحاول أتحرى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله يكرمك، لأن الميزان بالذات ده كانت عقوبة أنزلها الله على قوم نبي من الأنبياء لأنهم كانوا يطففون في الميزان ويبخسون الناس أشياءهم. فرجاء الله يكرمك خليك حريص في مسألة الميزان بالذات. كان أهل الله بيحكوا قصة إن رجل كان يسير بين حقلين، شوف يعني عشان الإنسان ما يتسرعش. بس اتصل تليفون يرجع لأني حينما نرد سنذكر. نعم. هذه القصة. نعم. رد عليهم أستاذ أحمد، أهلا بيك. ألو يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد. ألو، تفضل يا فندم. لا يا أستاذ حسن، وصلنا مع عم بالدكتور عويض. اتفضل اتفضل شيخ عويض مع حضرتك، اتفضل يا فندم. والنبي يا عم يا دكتور، اللي كان معنا عيل واحد ما حدناش الله، هو 21 سنة وهو معدي من على المزلوجان خبطه القطر، هل دي عقاب لأبيه؟ عقاب لأبيه؟ اه ليه؟ يعني ليه ننظر للابتلاء على انه عقاب؟ ما تقول رفع درجة، ما تقول يعني اكراما، ما تعرفش، بلاش ننظر ابدا الى اخذ الله على انه يعني حرمان او عقاب، بل في اخذه عين العطاء وفي منعه عين الجود والكرم. هقول لك ان شاء الله. حاضر، في سؤال. حاضر. الو، في اتصال. طيب يا استاذه ناهد، اهلا بيكي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. يا أستاذ حسن. يا أستاذة ناهد أهلا بيكي، تفضلي. كنت عايزة أسأل بس سؤالين بعد إذنك. إيه السؤال الأول يا فندم؟ السؤال الأول حضرتك، بالنسبة لل أنا عايزة أعرف، هل إحنا مطالبين بعد صلاة العشاء بأربع ركعات ولا ثمانية زي رمضان؟ لأن دي متلخبطاني بصراحة. يعني السنة الراتبة؟ بعد السنة الراتبة العشاء. بعد صلاة العشاء. حاضر يا فندم. بعد صلاة العشاء. طيب السؤال الثاني يا فندم ايه؟ السؤال الثاني حضرتك، انا زوجي توفاه الله رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، وكان تارك شقة، يعني شقة تمليك يعني. فالاولاد كتبوا لي يعني تنازلوا عنها ليا. الاولاد كبار ولا صغيرين؟ كبار. لا كبار كلهم، يعني كلهم فوق الواحد وعشرين. كلهم ايوه فوق الواحد وعشرين. تمام، وبعدين تنازلوا عنها. انا حضرتك دلوقتي باجرها. هل انا المفروض الايجار ده اوزعه بقى عليهم، ولا ما دام بقت باسمي يعني يبقى ليا، ولا اعمل ماذا افعل بالايجار؟ طيب هم طلبوكي بالايجار؟ يعني قالوا لك يا ماما الشقه بتاعتك؟ لا ما حدش طالبني بحاجه. هم تنازلوا، ولا هم تنازلوا عنها وعن ريعها؟ ولا تنازلوا عن حاجة خالص؟ يعني تنازلوا دون قيد ولا شرط؟ دون قيد. انا اللي اجرتها. يعني حضرتك تنازلوا اصبحت ملكك دون قيد ولا شرط. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. ربما يكون معايا اتصال تاني. الو، طيب اسمح لي فضيله الشيخ عويضه نجيب على اسئله الساده المشاهدين. الحاجه اما يعني من الله عليها بهذه النعمه اللي عندها، وربنا يتمم عليها هذه النعم. معايا الاستاذ سهير. استاذ سهير اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. ازيك يا شيخ عويضه؟ الله يسلمك، اتفضلي. ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، وجعلوا اللي بتعملوا يا رب في ميزان حسناتكم. امين يا رب العالمين.
هسألك بس ثلاث أسئلة ورجاء يا شيخ عوضة لو سمحت. السؤال الأول، أنا والدتي جت في الأواخر كانت عيط وكانتش بتصوم، أنا دلوقتي بصوم اثنين وخميس والنوافل كلها بصومها الحمد لله، ينفع أوهب الثواب صيامي ده يروح لوالدتي ولا غلط؟ تاني سؤال، أنا بقرأ في المصحف وآيات كتيرة بتعجبني فبعلم بالقلم كده، وساعات معنى الكلمة أروح كاتباها فوق الكلمة اللي أنا مش فاهمها، بعلم بالقلم بالبسيط كده، وأعلم ساعات في الهامش معاني الكلمات يعني عشان أبقى فاهمها. في المصحف؟ ده غلط ولا صح؟ في المصحف؟ أه في المصحف أيوه. يعني هي بتعملي أمرين، مرة تعلمي في الكلمة في صلب المصحف نفسه ومرة على الهامش. وأكتب في الهامش. أه بعلم كده بالخط كده تحت الكلمة يعني، أو آيات كتيرة بتعجبني أروح معاملة عليها قوس كده في الهامش عشان أبقى أرجع لها يعني وبحفظ منها وكده. طيب ماشي. السؤال الثالث أو الرجاء. السؤال بقى حضرتك، أنا جوزي بيصوم معايا النوافل، هو فاقد بصر وباتل رجله، ساعات للصلاة بيبقى يعني بيقوم كسلان شوية ويقوم يتيمم، أنا ببقى عايزة وضيه وكده، بيبقى جسمه سقعان وجسمه مهزوز فبيبقى كسلان في الصلاه شويه، انا اللي اقعد اقول له يلا انت العصر يلا الظهر يلا المغرب كده، هو ذنب عليه ولا ذنب عليا ان انا بقعد اقول له كده؟ بيزعل مني ساعات ان انا بقعد اقول له يلا الصلاه يلا الصلاه، وهو بصراحه يعني هي صحته على قده خالص، بس بيصوم معايا الايام كلها النوافل كلها بيصومها معايا الحمد، بس للصلاه بيبقى قايم صحته تعبانه ومش قادر. طب بس الحمد لله بيصلي. الرجاء بقى تدعي لنا يا شيخ عواده بروقان البال، الله يصلح حالك يروق بالنا ويصلح حالنا امين يا رب العالمين. بس الحمد لله بيصلي الفرائض يعني. بيصلي بيصلي الفرائض ايوه الحمد لله، والصيام بيصوم النوافل بيصوم رمضان كله صيام. عايزاه كمان يقوم يصلي قيام الليل. هو يعني تعبان خالص يعني انت يعني اللي انت واخداه عليه ان انت عايزاه يقوم كمان يصلي قيام الليل معاك. عايزاه يصلي ويصلي السنن والحاجات دي. حاضر. وبيصلي طيب. هو قاعد طيب. بيروح متيمم ويروح يعني بيروح مصلي، انا ببقى عايزه اجيب له الميه، ساعات بيبقى سقعان السكر مخليه جسمه يرتعش فما برضاش يتوضا. الله يكرمك. فهو يروح متيمم ويروح مصلي، تشق عليه. فمده الله بالصحة والعافية. ربنا يديله الصحة، بس بلاش تشق عليه. يعني ببقى ساعات زعلانة منه أقول له أنت صايم ومش هتصلي، بقى ساعات ببقى زعلانة منه وكده، هو بيزعل مني، هو قاعد جنبي وسامعنا وبالله عليك قول له كلمتين يتنشط، هو الصيام حرام بيصومه يعني كله، والصلاة بيقوم برضه بتبقى صحته تعبانة. حاضر. بشكرك شكرا جزيلا الحاجة سهير. معايا اتصال تليفوني. ألو الأستاذ مصطفى. يا أستاذ مصطفى أهلا بيك. انا عايز اكلم الشيخ، عندي ثلاث اسئله بس. اتفضل يا استاذ مصطفى، فضيله الشعوذه معاك. ايه السؤال الاول؟ عشان انا تعبان في حياتي وعايز ارتاح من ثلاث اسئله دول. اتفضل يا فندم. انا مش كنت بعمل ذنب تحديت على الذنب ده مش هعمله خالص. الحمد لله كنت بعمل ذنب واقلعت عنه. ايوه حلفت وقلت يا رب والله ما اعمل الذنب ده تاني، ولو عملت الذنب ده تاني حلفت على نفسي يعني، فجيت سبته بعديها بشهر الشيطان اتغلب عليا وعملت الذنب ده تاني وحلفت حلفان يعني، قلت يا رب لو انا عملت الذنب ده حرم عليا الاسلام. ماشي طيب. ده السؤال الاول. السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني يا باشا، انا مرتي غضبانه دي لها 3 اشهر فطلقتها كذا مره بس ما كانش قدامها يعني. امال طلقتها ازاي؟ بينك وبين نفسك؟ بينه وبين نفسي وكده، اقول ايه مرة تطلق بالثلاثة بس لا. ايه الناس قالت لي ده طالما مش قدامك ما وانت قاعد كده مع نفسك تفتكر المواقف بتاعتها فتروح الكلمة فالتة من لسانك. ايوه يا باشا. طيب المرة السؤال الثالث ايه؟ السؤال الثالث بس قبل ما اتجوز يعني عملت ذنب، بس ذنب يعني كبير يعني كده، بس مرة واحدة يعني قبل ما اتجوز، فانا عايز اشوف لك كفاره برضه ولا ايه؟ انت موسوس من حاجه معينه؟ نعم. انت موسوس من حاجه معينه؟ ازاي يعني؟ طيب في يعني انت صوتك مهزوز، تحس انك انت قلقان، في وسوسه عندك في حاجه؟ لا ده انا بره ماشي. طيب اشوف التلفزيون عشان طيب يسيب رقم تليفونه. طيب انا بس انا هجاوبك على الاسئله، بس سيب موضوع الطلاق ده اجاوبك في التليفون واتكلم معاك. سيب رقم تليفون، هتصل بيك بعد الحلقه على طول. طيب يا استاذه ناهد. استاذه ناهد رجعت تاني معانا على التليفون. استاذه ناهد اهلا بيكي. ايوه استاذ حسن اتفضلي. معلش انا ما كملتش في السؤال التاني. كنت عايزه اقول ان مثلا اولادي اللي معايا اتجوزوا ما فاضلش الا واحد معايا.
وباباه كان سايب يعني مبلغ من المال اتوزع كميراث. بس انا مش عايزه اديهوله بصراحه لان هو مصرف جدا، فمخليه على جنب ومعرفه اخواته بيه اللي هو نصيبه في نصيبه في هذا المبلغ. مش عايزه اديهوله لانه مبذر جدا وهو متجوزش، فانا معرفه اخواته بيه على اساس ان احنا لو ارتبط او كده يبقى ان شاء الله حاجته موجوده، لان لو خده مش هيخلي حاجه. فهل انا اسمى في حاجه زي دي؟ بس هو راضي بالامر ده لو ما يعرفش المبلغ؟ لا ما يعرفش. لا هو ما يعرفش كام، هو عارف ان ليه مبلغ بس ما يعرفش. انا بصراحه مش معرفه كام. بس انت معرفاه يا ابني المبلغ ده، انا شايله لك مبلغ عشان تتجوز بيه. تمام؟ معايا يا حاجه ناهد؟ طيب حاضر حاضر. نصيب حاضر. بشكرك يا حاجه ناهد. نرجع لسؤالنا الاول. الحاجه اما ربنا يتم نعمته عليها ان شاء الله وتقر عينها بولدها اللي هيجي ان شاء الله على خير. فبتقول بشوف هي يعني بعد سنوات، بعد ربما اجهاض اكثر من مره، ربنا من عليها بهذا الحمل، ولكن بتحلم احلام فيها دم. نعم. فخايفه هي يعني. هي خايفه، هي لما بتحلم باحلام فيها دم هو ده من كتر تفكيرها صحيح في الاجهاض، وخايفه قوي الحمل ما يتمش. ولكن يعني اهل الله ذكروا بان من يذكر اسم الله المجيب سبع مرات وتضع يدها على بطنها على الحمل يثبت الله تبارك وتعالى هذا الحمل بحوله وقوته. امين يا رب العالمين. سبحانه وتعالى. اللهم ثبت. فاعملي كده ان شاء الله، ضعي يدك كده على الحمل كده على بطنك وقولي يا مجيب يا مجيب، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب لك ويثبت هذا الحمل وتقر عينك ان شاء الله بمولودك ان شاء الله. وادعو لها يؤمن خلفك كل المشاهدين. امين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين. امين. ارزق كل مشتاق. أمين. الى الولد وثبت واصلحه. أمين. وثبت لها حملها. امين يا رب العالمين. وارزقها يا رب العالمين من هذا الحمل ذريه طيبه. أمين. اللهم امين. امين يا رب العالمين. ام احمد اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي فندم. ايوه يا شيخ. تفضلي فندم. معايا ابني راح مع ام راح مع امي ومع خاله الحج وعمل حادث. وعمل حادث، فانا عاوزه دلوقتي اياه، عاوزه دلوقتي يعني اصدق له بحاجه، اصلي له ازاي؟ يعني هو يعني كبير يعني. هو كبير، كان بالغ شاب؟ لا هو راح تلت اعدادي السنه دي. ده لسه صغير يعني، يا دوب كده بالغ يعني. لسه رايح تلت اعدادي. يعني كان عنده 12 13 سنه. كده هو يعني لسه رايح السنه دي. هو هل توفي؟ هو توفي. ما بتقول توفي. توفي في حادث رحمه الله. في وقفه عرفه. الله ربنا يا رب يجعله ذخر ليك وفرطا لك ولابي ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر يا حبيبي. يوم عرف يوم عرفه. هذا ما يعني يدوب يعني مجرد ما بلغ يعني أدركه هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أدركته رحمة ربي. أدرك بالضبط. أدركته رحمة ربي. فإن شاء الله ربنا يجعله زخر ليها في الجنة يا رب وفرط لها. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. معايا اتصال تاني. ألو. محمود. أستاذ محمود أهلا بيك. محمود معاك. مصدر عندي سؤال. طب يا أستاذ محمود وطي التلفزيون. ولدي اسمه رحيم، فهو حرام ولا حلال؟ اسمه رحيم. حاضر حاضر. اسمه رحيم، فما صح فهل يصح ان اطلق عليه هذا الاسم؟ نعم. بشكرك شكرا جزيلا. طب يا استاذ عصام اهلا بيك. الله اهلا بيك عم الشيخ. الله يبارك لك. فضيله الشيخ هيوضه معاك. نعم. الله يبارك لك. انا مش شبرا كتير من سيادتك. اهلا أنا بيك. دلوقتي كنت مراتي اللي هي طلعتي دلوقتي كانت عامله معايا مشكله من غير اي سبب، ولسه اتطلقت مره واحده وقعدت تطلق والكلام ده كله. فانا طبعا حاولت اجيب ناس وكده وهي قالت لا انا مش عاوزه والكلام ده كله. فانا عاوز اسال بس سؤال واحد، هو انا لما ارمي اليمين وهي تبرقني تبريني يعني، وانا ارجع اقول لها انا رجعتك وان كانت غصب، ان هي قالت لي انا عاوزه ان انا لو انا ما طلقتش كده قدام المأذون، وانا قلت له دلوقتي يا سيادتك انا مكره على الطلاق. مكره على الطلاق. بس هي ابرأتك يا محمود بالراحه، بس هي ابرأتك وانت رحت مطلق عند المأذون. والمأذون كتب الطلقه وحضرتك وقعت وهي وقعت.
طيب بس انت... انا ما كنتش ما انا مش نيتي كده مالهاش يا مح... يا انت اسمك ايه واسمه الاستاذ عصام يا سيد عصام دي مالهاش علاقه بالنيه ده انت قدام المأذون ومحدش مسك ايدك بالعافيه وخلاك توقع مش انت رحت وقعت بنفسك المأذون والله يعني المأذون المأذون في بيتهم انا المأذون وحتى ما قاليش انت عاوز تطلع ولا لا ده اللي شغال عنده مش قال لك وقع يا مش قال لك وقع يا عصام رحت موقع اه انا وقعت طيب على اساس ان انا بص قلت لها مجبر يا بنتي طب هي عايزه ترجع ولا مش عايزه هي عايزه ترجع ولا مش عايزه لا مش عايزه كده كده مش عايزه ترجع هي اه هي مش عايزه ترجع انت عايز ترجعها وهي مش عايزه اه خلاص طيب يا استاذ عصام حاضر يا حبيبي هيرد عليك فضل الشيخ عويضة يا استاذ محمد اهلا بيك اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ حسن وضيفك الكريم اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد لي اسال فضيله الشيخ اتفضل يا فندم زوجتي بتصير لي افراط كلها كل الفروض مصر ايه يا فندم زوجتي بتصير لي كل الفروض بتاعتها ايوه واللي فات كمان والفروض اللي فات كل الفروض أيوة. لكن بتحصيه لي في حاجات كتير لكنها ايه بتعصيه زي مثال زي ايه يا حاج محمد في اي حاجه ممكن اي حاجه تخطر على بال حضرتك يعني يعني في تفاصيل الحياه العاديه والبسيطه ما بتستجيبش ليك في حاجات كتيره يعني بتخالفك بتخالفني في حاجات كتير تخالف وبتصير لي كل فروضها والفروض اللي فاتت هي سنها قد ايه سنها 56 سنه وانا عندي 70 سنه حاضر يا سيدي حاضر يا حاج حاضر يا حاج محمد أم بسنت أهلا بيكي أهلا بحضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأنت بتفضلي جزاك الله كل خير سيدتي وجزاكي وجزا كل المشاهدين لو سمحت أنا كنت عاوز أعرف سنة العصر قبلية ولا بعديها حاضر يا فندم سنة العصر علشان قبلية أنا سمحت كان في الأول قالوا قبل العصر كنت بصليه من قيمة فترة سمحت إنها بعد العصر فحاوز اعرف بالظبط عشان اقدر اصليها بشكرك يا ام بسنت بارك الله فيك سيدتي طيب نرجع لاسئله الساده المشاهدين ونتاكد هل هناك اتصال ام لا الو طيب الاستاذ احمد بيقول حلفت على مراتي مين طلقت 3 مرات وقلت لها بقى في اخر مره تبقي زي امي واختي لو انك خدتي حاجه من عند اهلك وزاد عليها وتبقي طالق يعني وسع كل حاجة كده إن الناس عند الغضب لا يضبطون أقوالهم فيقول القول وبعد كده يرجع يندم وبقى زعلان أنا قلت كده ليه فإحنا مش هنجاوب طبعا أنا لسه هبقى معاك هتكلم معاه صحيح ولكن بنقول يا جماعة الإنسان إذا ما غضب رجاء لا يشبه زوجته بزي أمه وزي أخته وبعدين يرجع يبقى ندمان تاني ويرجع يحتار وبعدين يرجع يروح يسأل واحد يقوله ده ظهار والظهار صيام شهرين متتابعين وبعدين الدنيا بتشق عليه جدا فلذلك الإنسان دائما عند الانفعالات يضبط الانفعال بتاعه يبقى عارف وبقول إيه يفعل كما علمنا النبي وإحنا بنقول عايزين يا جماعة نرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما غضب الإنسان يقوم للوضوء لو الإنسان فكر لما يغضب ويحس نفسه انه مش قادر يتحمل الموقف يقوم يتوضى سبحان الله هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لو واقف يقعد لو قاعد يضطجع هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا فاحنا نرجع الى سنه النبي هتلاقي كثير جدا من المشكلات الاسريه اتحلت والله فضلا عن كل اشكال الاحتفاء بسيدنا صلى الله عليه وسلم والتي نحبها ومن احبنا احببناه من اجمل مظاهر هذا الاحتفاء ان تتبع سنته او ان تتبع سنته وتقتفي اثره الكريم والشريف دائما ودوما فاصل ونعود اليكم ابقوا معنا ما هي فرائض الوضوء؟ حكم لو انا دخلت في الركعه الثالثه وانا مش عارف هما في انهي ركعه بالظبط، هل انا اقرا سوره الفاتحه واقرا سوره صغيره عادي ولا ان انا اقرا الفاتحه بس او انا اعمل ايه؟ ما حكم البنت اللي ما بتصليش وابوها غلب معاها عن الصلاه؟ اهلا بحضراتكم فضيله الشيخ عويضة عثمان اجدد الترحيب بفضيلتك دلوقتي فرائض الوضوء ايه
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وجه وأيدي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هم دول الفرائض. أضف عليهم الترتيب. أيوة. وبعضهم زاد الموالاة. أيوة. الموالاة يعني ما فيش مسافة زمنية. ما يكونش مسافة حتى يجف العضو الذي قبله. هي دي فرائض الوضوء التي جمعتها يعني آية سورة المائدة. طيب أنا دخلت في دخلت في الركعة الثالثة. وانا مش عارف هم في الجماعه في انهي ركعه يعني، بس هو بيقول الثالثه هو دخل ثالثه، ولكن هو دخل ما يعرفش هو دخل لقاهم ساكتين مثلا او فيقرا الفتحه بصوره ولا يقرا فتحه بس. كان صلاه عصر او صلاه ظهر صلاه سريه، فدخل فاذا بها مثلا الركعه الرابعه او الركعه الثالثه، هو ما يعرفش الركعه كام. فدخل والله قرا الفاتحه، وجد مساحه من الوقت. ايوه. قرأ سورة حتى يقطع السكوت. طب هنفرض هو قرأ الفاتحة بس، الصلاة صحيحة يعني، لأن قراءة السورة سنة. قراءة السورة سنة، لو اقتصر على قراءة الفاتحة في كل الأربع ركعات الصلاة صحيحة. صحيح. طب خليني أسأل سؤال تاني بالشكل ده، أنا لو دخلت كانوا سواء هم كانوا في الركعة الأولى الثانية الثالثة، هي الركعة الأولى بالنسبة إلي، فأمشي كأنها الركعة الأولى. نعم. اللي هي الفاتحة والسورة. نعم. وإذا لا تكون هي الركعه الاخيره، وده يعني الترتيب ده بتاعي انا. عندما ادخل في الصلاه هي الركعه الاولى بالنسبه لي. صح كده، ما قالوش الركعه الاخيره، قالوا حتى لا يحدث، مع ان ده قول لبعض العلماء. طيب. قال لك انت بتدخل على صلاه الامام، ولكن احنا بنقول لو قرات الفاتحه وصوره لا شيء في ذلك، اقتصرت على الصوره فقط الصلاه صحيحه. يعني السيد الكريم الاب الفاضل بيقول انا غلبت مع بنتي، ونغلب مع اولادنا ونتعب معاهم ونصبر حتى ناخذ بايديهم الى الله تبارك وتعالى. مش يا جماعه مش عايزين نزهق ابدا ان الابن يكون على عاده مش كويسه، او تارك للصلاه، او بيفعل فعل مش كويس وهيؤدي بيه مثلا الى هلاك، وانا ازهق واروح سايبه، ده مش صح. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. شوف، لابد ان نصبر دائما حتى ناخذ بايدي ابنائنا الى الله. فاصبر عليها يا اخي الفاضل، وادعو لها، وحاول تاخد بايديها لربنا وتقول لها يلا اتوضي وتصلي معايا، ويلا نروح المسجد نصلي سوا، او يلا اتوضي واصلي بيك امام في البيت. كل ده ان شاء الله، وقرب من بنتك وصاحبها، هتلاقي ان شاء الله هي تاتي معك باذن الله سهله. نسال الله الهدايه لنا جميعا. امين يا رب العالمين. شغال في التجاره وفي الميزان الاباني اللي حضرتك عارفه بنشعوضه، بيقول لك احيانا الميزان يعلق وما نبقاش قاصدين، نتصرف ازاي؟ اصله يعني ايه، يعني ايه الميزان يعلق وما نبقاش قاصد؟ ما هو الميزان علق، يبقى انا عرفت انه معلق، يبقى انا عرفت انه معلق، يبقى انا اصلح هذا، يعني اصلح هذا الشيء. وزي ما قلت لحضرتك، يعني اصعب شيء يعني كبيره من الكبائر الغش في الميزان. وكنت بقول لك حكايه احد الصالحين يعني حكى ان رجلا كان يسير بين حقلين، فوجد يعني سبله قمح، عود قمح كده، بعض السنابل او سنبله، فاخذها والقاها عن يمينه في الحقل اللي عن يمينه. قال ثم نام، فرأى من يقول له في المنام وما أدراك أنها من هذا الحقل. وكأنه يحاسب، وكأنك لابد أن تتحرى. شوف قد إيه الدقة في الإنسان، فالإنسان لابد دائما أن يتحرى في أداء الحقوق. أيوة. إلى حقوق للآخرين في الحقوق. أيوة. مش عايزين نتساهل أبدا، فكل ما يكون عليك يكون أفضل. كل ما يكون يعني عليك أنت تيجي على نفسك في الميزان يكون افضل. اما انك انت تغش في الميزان، او انك انت الميزان معلق ويلا يلا سريعا نخلص، لا يا رجاء يعني خلي بالك وراعي ربك في الميزان. ممكن يكون اتقانك للميزان وقسطك وعدلك ده سبب في دخولك الجنه ان شاء الله. واشرت فضلتك لمن يعني يحب ياخد حقه بزياده. نعم. ويعطي الاخرين ناقصين. نعم. حقوقهم ناقصه. نعم. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك. نعم. انهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني ارجع. نعم. لي الاستاذ احمد يعني ربط الله على قلبه وعلى قلب زوجه ابنه الذي توفي في حادث قطار، فهل ده يعني غضب من ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس بتبص على ابتلاء الله كانه عقاب. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، إذا ما أخذ فيأخذ لحكمة. وكان يعني سيدنا الخضر عندما سار مع سيدنا موسى، سيدنا موسى يتعلم من هذا العبد الصالح والولي الصالح، فوجد غلاما فقتله، فتعجب
وما عارفش يعني أتقتل نفسا بغير نفس؟ إزاي الإنسان إزاي تعمل كده؟ ثم بعد ذلك يظهر له هذا الولي الصالح أن هذا الغلام كان سيرهق والديه، فلذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يبدلهما خيرا منه زكاة. فلذلك الإنسان لابد دائما أن ينظر إلى أن أخذ الله هو عين العطاء، ومنع الله هو عين الكرم والجود. ما يأخذ عن بخل حاشا لله، وما يمنع عن بخل حاشاه سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان إذا ما نزل به ابتلاء أو أخذ منه شيء فعليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة رائعة، إنا لله، يعني لا نملك من أنفسنا شيء، الله أعطى شيئا ثم أخذ. الله. ما أخذ إلا لحكمة إحنا مش عارفينها، ما أخذ إلا لحكمة نحن لا ندركها. لله ما أعطى ولله ما أخذ. إن لله وإنا إليه راجعون. فلذلك دائما ننظر إلى أن الله سبحانه وتعالى مش لازم يكون أخذ الشيء ده ابتلاء وعقاب أو عقاب للعبد، ولكن ممكن يكون رفع درجة، ممكن يكون تكفير ذنب، ممكن يكون أي شيء. يعني دائما ظن بربك الخير. اللهم ارزقنا الفهم عنه، ومن رزقه الله الفهم عنه أصبح المنع عين العطاء. هكذا يقول أهل الله. يعني نرجع للسنن الراتبة بعد صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري قال صلاة الليل مثنى مثنى، اتنين اتنين. واتنين اتنين يعني ايه؟ يعني أصلي اتنين ماشي ووتر، أصلي أربعة ووتر زي ما أنا عايز، أصلي ستة ووتر، أصلي تمانية وأوتر، خلاص كل ده صحيح. يبقى إذا ما استطعت أن تصلين بعد أن تصلي بعد العشاء صلي اتنين أربعة ستة تمانية عشرة، معاك الحد 20 ركعة، وتوتري بعد ذلك بركعة أو بثلاث. هذا كله صحيح، فعله الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأستاذة ناهد، الشقة اللي أولادها تنزلوا لها عنها بدون قيد ولا شرط وما قالولهاش عن الإيجار حاجة، بتقول أنا مأجراها، هل الإيجار أوزعه ولا هو خالص برضو ليا؟ والله الأصل والظاهر كده أنهم عندما تنازلوا حتى يكون ذلك دخلا لها. صحيح، دخل ليك، انهم عايزين يريحوك انك تأجريها وتعيشي بالدخل بتاعها، خاصه انت بتقولي الحمد لله هم اتجوزوا ومستورين وفاضل واحد معاك، ربنا ان شاء الله يوفقك وتجوزيه اللي هو نصيب ليه نصيب، وهو عارف ان ليه نصيب بس ما عرفش المبلغ. وهم كانوا كبار، يعني كانوا فوق ال 21 سنه، يعني تصرفهم صحيح ونافذ، فيعني هنيئا لك وربنا ان شاء الله يبارك لك فيهم ويديهم فرصه انهم يبروكي. طالما أعطوك الشقة خلاص خديها وأجريها وانتفعي بالدخل بتاعها إن شاء الله. أما بالنسبة أنك أنت عندك مبلغ شلال الولد، قولوا له ابن أنا شايله لك مبلغ، أنت ورثت مبلغ وأنا شايله لك، مش عايز أدهولك علشان ما يروحش أو تضيعه لحد إن شاء الله ما أجوزك به، يعني أبلغيه بهذا طالما هو كبير وعاقل وعارف إن شاء الله. ربنا يوفقنا تزوجه سريعا. آمين. نروح للسؤال اللي بعد كده. طيب والدتي في كانت ما بتصومش آخر أيامها، فدلوقتي بصوم وأهب لها الاثنين والخميس. كانت والدتها يعني كبرت في السن، تعبت ربما، ما عرفش، في حاجة كده بعض الناس بعتها لي بيقول لي إنه سمع بعض المشايخ يقول لك يعني يا أخي اوعى اوعى تتصدق، اوعى تتصدق عن الميت، واوعى تقرا له قران، ده ضرب من ضروب الهبل وضرب من ضروب الخبل. انا بصراحه كنت بسمع وبتعجب، طب واودي فين حديث الامام احمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي بان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واستاذن رسول الله ان ده كمان غير الحج، كمان ان يتصدق عن امي، اتصدق عن امي يا رسول الله؟ قال نعم. طب والنبي يعني بالله لو هذه الصدقة لا تنفع أكان النبي يرشده إليها صلى الله عليه وسلم؟ داووا مرضاكم بالصدقة، وترحموا على موتاكم بالصدقة، والثواب يصل، حتى قالوا بأن ثواب الصوم يصل وثواب الصلاة تصل. ده خلي بالك، قالوا إيه المانع أن أنا لما أصوم وأهب الثواب يصل؟ لا مانع من هبة الثواب، وفضل الله واسع. تكلموا هذا، لماذا يضيقون واسعا أو يحرمون هذا هذه ينابيع الخير؟ أنت عارف الكلام ده إيه؟ ده هيخلي لحد يتصدق عن أبوه، ولا حد يتصدق عن أمه، ولا حد يحج لأبوه وأمه. ليه؟ أقول لك لا، لازم هو اللي يعمل لنفسه. إزاي؟ الولد من كسب أبيه. ده اختلفوا في حاجة واحدة، هو أنا لما أتصدق عن أبويا يا ترى
الثواب انا اخد ثواب ولا الثواب كله لابويا؟ هو ده الاختلاف. شوف, شوف الاختلاف في الجمال. وبعدين يجي بعض العلماء في الزياده في زياده الفضل ويقول لك ايه وفضل، قالوا كده والله، وفضل الله واسع وارى الله انه لا مانع من الاثنين اذا نواه. يعني وانا بتصدق كده بان وان الصدقه دي عن ابويا وعني تنفعني، فسبحان الله بفضله الكبير يعطي لوالدي ثوابا ويعطيني نفس الثواب. قرات قران اهب ثواب التلاوه لوالدي ولي ولموتانا. في ناس بتعمل كده. فيا جماعه الله يكرمكم سيبكم من هذا الكلام، تصدقوا عن موتاكم وترحموا عليهم وادعوا لهم واصنعوا لهم صدقات جاريه واطعموا الطعام يعني صدقه عليهم. كل هذا يصل لان الحبيب قال هذا صلى الله عليه يعني واله وسلم. ما تفعله السيده الكريمه الحاجه سهير من ده يقشع عليه. عايزه تصومي وبعد الصيام تدعي لها، دعاء ان شاء الله مقبول. عايزه تصومي وتهب الثواب، لا مانع على قول بعض العلماء من هبه ثواب الصيام طالما انه نافله. نعم. اقرا القران في المصحف واعلم بالقلم في على ايات احبها اريد ان ارجع اليها مره اخرى لكي احفظها، او في الهامش. ذكروا بان يعني من الادب مع كتاب الله الا يعني اكتب في صلب المصحف، وانما اجعلي هذا الكلام على الهامش بعلامه كده انت تاخديها لنفسك سهم او شيء، اما بلاش تعملي كده في المصحف حتى ما يكونش بعد كده ان المصحف يصير ايه، لا بلاش يعني ادبا مع كتاب الله بلاش اعمل كده. امامنا اربع دقائق نجيب على ما تبقى اسئله سريعا. دلوقتي زوجي يصوم معي ويصلي وهو مكفوف ومبتور ويعني بتقول وبه بعض المرض، فبيصلي معايا ويصوم بس بيتعب من اني بأجبره انه يقوم يصلي الفرض السنن والكلام. الله هو يكرمك قاعد الله يكرمك، لو اكتفى بالفرض دعيه ما تشقش عليه عشان يقوم كده للحاجه وهو قلبه منشرح وفرحان ليها، طالما انه هو محافظ على الفريضه يعني افلح وابيه ان صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل لرسول الله وهو يريد ان يقتصر على الفرائض قال يا رسول الله لا ازيد على هذا ولا انقص، فلما مشى الرجل قال رسول الله افلح ان صدق يعني او افلح يعني يا ريت يحافظ على الفرائض بس حافظ خليه يحافظ على الفرائض ويكفيه ما هو فيه من ابتلاء ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته. طيب الاستاذ مصطفى اللي بيقول يعني بيفتكر ذنوب كتير وبيقول طب وبرجع لها ويحرم عليا الاسلام. يا أستاذ يعني لما دخل أحد الصالحين رجل على أحد الصالحين شاب وكان قد أذنب، فبيقول له يعني أن هل الصح أني أنا أدخل على أن أنا أتذكر الذنب بعدما تبت؟ فقال له آه، أنك أنت تتذكر الذنب بعدما تبت حتى تزداد بقى استغفاره بتاعه. فلما دخل الامام الجنيد عليه امام اهل الطائفه فبيقول له دخل علي شاب فبيقول له بيقول لي كذا وكذا، فقال لي فقال له لا، قال له مش صح، لان تذكر الصفا ساع او تذكر الجفا في وقت الصفا جفا فبلاش ذكر الجفا وقت الصفا جفا فانت كده يعني ليه يعني ليه عندما تصفو لك ويصفو لك حبيبك يبقى قاعد تذكر السيء ليه؟ فبلاش الله يكرمك، تذكر دائما فضل الله واحسن الظن بالله وربنا فتح ليك باب التوبه والاقبال، بلاش تقعد تتذكر الذنب وطلق مراته وانما اقبل على الله. طلق مراته مع نفسه كتير وهو قاعد كده. ده اسمعك فيه ان شاء الله. طيب. مش هيكون اسمعك باذن الله. توفي ابنها وهو ما زال يعني في مقتبل حياته في جبل عرفه او يوم في يوم عرفه حادث، فهل تتصدق عنه؟ هل تصنع؟ اولا ده هو لسه يا حاج ده يوم مجرد ما بلغ، ده لسه ثالثه اعدادي دوت، يمكن بلغ سنه واحده بس وما ادركش كمان ما لحقش يعمل ذنوب، فهو ان شاء الله يكون فرط لك في الجنه. وعموما ادعي له بالمغفره والرحمه وتصدقي عنه كيفما شئت. اسم رحيم. نعم اسم رحيم جائز للمؤمنين، رؤوف رحيم ده وصف. انا بلتمس فيه الرحمه. أيه. انه يكون رحيم بالخلق. نعم. طيب. اما الممنوع رحمن. طيب نعم. ابرأ ابرأته مش وهي ما كانتش عايزه تستمر. ابرأته يبقى ده طلاق بائن. أيه. طلقة أولى بائنة، طلقة ثانية بائنة، لا ترجع إلا بإذنها ورضاها. قالت له أنا عايز أرجع، يعقد عليها من جديد. أما هو يقول لها أنا رضيتك، لا غلط. طيب. مش هينفع. طيب. زوجتي تصلي ولكن تعصيني. نقول طاعة الزوج يعني واجبة على المرأة. أطيعي زوجك إلا فيما حرم الله تبارك وتعالى حتى يبارك لك في عافيتك. طيب. سنة العصر قبلية ولا بعدية؟ سنة العصر قبلية. ما فيش بعدية، وإنما هذا قالوا كان أمرا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا ما فعل فعلا أثبته في يوم تأخر
أو لم يستطع أن يصلي قبل العصر ركعتين، فدخل عند أم سلمة أو السيدة عائشة فصلى بعد العصر ركعتين فداوم عليهما بعد ذلك، ولكن قالوا هذا أمر خاص بالحبيب. أما احنا عندنا إن سنة العصر تكون قبلية فقط. فضل الشهاوي ضاع عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يحفظك. كل سنة وحضركم طيبين، إلى اللقاء.